حاولنا نفكروا في تكريم الوجوه الرياضيه بالمنطقه، منطقه بني مكاده وبالاخص منطقه ارض الدوله، محباكو، العزيفات، بوحوت، دريسيه. حاولنا نفكروا في هذه البادره اللي هي ولو معنويا باش تكون عندنا واحد القيمه للناس اللي عطاو الوجوه الرياضيه داخل المنطقه باش نكرمهم ولو معنويا. التجأنا مع فكره كانت ديال نادي هلال طنجه مع تنسيق بشراكه مع جمعيه ديال تحدي ارض الدوله برئاسه الاخ رضوان بالروحو، كذلك ومثال جمعيه نسائم الخير. الحمد لله بادره طيبه، كنتمنى من الله عز وجل باش يكون واحد عرس رياضي يليق لجميع محبين ولا الرياضيين داخل مدينه طنجه، ولو معنويا بعداني كترجع ديك القيمه ديك اللاعبين اللي عطاونا المدينه باش كيحسوا براسهم بلان ديك الناس راه كاين بحال الوجود، هادشي اللي كاين. نقول لك انا بالنسبه لي مسرور في هذا التكريم بزاف، لان جمع الناس الحومه ديالي والاصدقاء ديالي واللي تربينا معاهم واللي عشنا معاهم ايام جميله في الحومه ديالنا في ارض الدوله وبني مكاده. اللي كنقولوا بني مكاده بالنسبه لنا بني مكاده هي ارض الدوله، بوسعيد، مبروكه، بن شعيري، ماشي بني مكاده الاداريه اللي جات في 92. الحي بني مكاده اللي معروف طنجه هو هذا الحي هذا، حومه نشارات، جراري، بني مكاده قديمه، والحمد لله حي بني مكاده عطى تاريخات كبار في جميع الميادين، خاصه في ميدان كره القدم، وكيف ما كتشوفوا ادريس مرابط، محمد قسطاره، عبد الرحيم القمراوي، مجموعه ديال الفاعلين اللي مكرمين اللي عندهم تكريم اليوم. كنقدم جزيل الشكر للجنه المنظمه اللي سهرت على تنظيم هذا الدوري وفكرت فينا احنا كوجوه رياضيه محليه. اولا فخور جدا بتمثيل يعني الرياضي ديال هذه المنطقه هذه، وفخور كذلك بالتكريم الممنوح لنا من طرف هذه الجمعيه هذه، وكنشكروا كذلك الاخوه الاخرين المكرمين على المجهودات ديالهم من اجل يعني الرقي وتطوير كره القدم على الصعيد المحلي. انا كنت سابق ملعب ديال الجونيور ديال الحسنيه طنجه، وكنت لاعب ديال بني مكاده ارض الدوله، ورجعت مسير في الكبر ديالي، رجعت مسير ديال النجوم ديال ارض الدوله. والشعور ديالي الصراحه راه 20 سنه ما لعبت كوره، ودابا ملي يعني استدعوني نلعب معهم وعدلوا هذا التكريم هذا، زعما فرح، زعما كنحس بالشعور ديالي يعني باقي شاب، واخا عندي 60 سنه كنحس براسي باقي شاب، عندي 25 سنه. تحية خاصة السي سعيد مكركب مانولو. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.